May I first call upon Her Excellency Mrs. Fatima Khalid Ahmad Al-Bashir, wife of the President of the Republic of Sudan, who is very active in welfare and charitable activities in her country, to share her work on autism. Her Excellency. بسم الله الرحمن الرحيم. أختي الكريمة بانية سر روزمي منصور حرم السيد رئيس وزراء ماليزيا، الإخوة القائمين على أمر هذا السيمينار حكومة وشعبا بماليزيا، الحضور الكريم، أعضاء هذا السيمينار المهم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتهز هذه السانحة الطيبة لأحيي القائمين على أمر هذا السيمينار الذي يركز الاهتمام بشريحة نتداعى جميعا لرعايتها بحق الحق الأساسي الإنساني والعقيدة التي ننتمي إليها حتى تنال حقها في الكفاية وتنيل كل حقوقها الأساسية الإنسانية والأخلاقية الموطرة في القوانين والاتفاقية الدولية. لقد سبق السودان الاتفاقية الدولية في إثبات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بإصداره قانونيا وطنيا للمعاقين عام 2009، واعتمد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصادق عليها في إبريل من ذات العام، وبموجب القانون القومي للمعاقين تمت إعادة تشكيل المجلس القومي للمعاقين في أكتوبر 2010، دمج المعاقين في المجتمع وجعلهم قوة فاعلة، والمجلس مختص بوضع السياسات والخطط والبرامج، وله أفرع بولايات البلاد المختلفة، كما اهتمت الدولة في بلادي بدعم آليات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال اقتناعاً منها بضرورة تعزيز العمل المجتمعي لانخراط بكل آلياته في الأنشطة الراعية وداعمة لهذه الشريحة الهامة في المجتمع. وفي إطار خفض معدلات الفقر بذلت الدولة في بلادي جهودا كبيرة لضم الأشخاص ذوي الإعاقة في محور المبادرة الاجتماعية الوطنية للحد من الفقر، والتي تقوم على الدعم المباشر بتمليك المشاريع الصغيرة بالإضافة للقرض الحسن لأسر الأطفال ذوي الإعاقة. وقد وضعت الدولة خططا مستقبلية تعمل في إطارها على إنشاء أكاديمية عليا للتوحد تتكون من مدينة متكاملة في مساحة 20 فدان، وتضم المدينة وحدات سكنية لأطفال التوحد وأمهاتهم، وحديقة حيوان ومزارع للأسماك ومزارع إنتاجية، بجانب المطلوبات
الأساسية للتأهيل من إدارات المناهج للمناهج والحرف والتدريب الذاتي والمهني والأكاديمي لرفع بناء قدرات أطفال التوحد بالسودان، وحيث تبلغ التكلفة هذا المشروع 16 مليون دولار، وقد تم توفير الأرض باعتبارها أهم مكون محلي. أخيرا نعبر عن سعادتنا بتداعي الأمم لخدمة هذا الشريحة، مما يؤكد على سيادة القيم الإنسانية التي تدعمها كل الشرائع والقوانين. نتمنى التوفيق والسداد لأعضاء هذا السيمينار تحت قيادتكم الحكيمة، وأن يخرج بتوصيات تحقق الأهداف المرجوة الداعمة للجهود الوطنية لخدمة شريحة ذوي الإعاقة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.